تشيكن كريمي كوكونت. يلا بينا. بسم الله، معايا فصين توم، جنزبيل فريش، جوز الهند، باودر جوز الهند، بصل مقطع جوليان، كوكن كريم، كريمة الطهي، كمون حب، صدور فراخ مقطع مكعبات، ده قيمة 350 جرام. أول طريقة معايا، بنزل بيه جوز الهند مع الكوكن كريم في المكسر ونضربهم في المكسر كويس جدا. ان شاء الله الطريقة دي هتعجبكم، تستها حلو جدا. بنزل بالزيت طريقة معايا، وأحمص الكمون الحب مع البصل الجوليان ونقلب كويس. بعد كده بنزل بباقي الفيجيتابلز بتاعي، الجارليك والجنجر، ونقلب. نص معلقة كركم، نص معلقة كزبرة، نص معلقة جرين ماسالا، فلفل أسمر، سبايسي، شطة، بابريكا نص معلقة، والملح سولت. ونبدأ نقلب، نحمصهم شوية كده مع بعض. بعد كده هنزل بنص كوب من الماء ونقلب كويس لحد ما الفيجيتابلز يشرب الماء بتاعتي. وبنزل بالفراخ على طول مباشرة ونقلبها، وننزل بشوية مية عشان تستوي معايا، ونقفل عليها. خلاص شربت المية واستوت الفراخ، هنزل بكوكنت الملك اللي عملناه في الاول. يا سلام، لما تغلي شموا الريحة، هتعجبكم جدا. بجوزة الهند روعة، ريحة جوزة الهند بتطلع فظيعة بجد. هننتظر انها تغلي كويس معايا لحد ما اللون بتاعها يظبط كده زي ما احنا شايفين، يدي معايا ميكس صوص. رشة بقى بقدونس في الاخر ونقلب التقليبة الاخيرة، ويا جماله، ولازم أن تكون مزاجك رايق وانت بتعمل الاكلة كده. يلا نقدم الطبق بتاعنا بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. الصنف ده والوصفة دي بتتقدم مع ستيم رايز، رز ابيض، وجربوا ودوقوا وقولوا لي رأيكم. وألف ألف هنا، ودمتم بخير، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله، وشكرا للمتابعة.